اسمي طاهر ياسين العيسى، عراقي، اعيش في الولايات المتحدة الامريكية. بعد ما فقدت الكثير من اسناني وفقدت كل الاسنان، بغيت ان ابحث على مكان انه لترميم الاسنان او زراعة الاسنان. فمن خلال البحث وصلت الى عيادة اكسبرت كلينيك اكسبرت، ومن خلال احد الاشخاص الاستاذ عبد الوهاب والاستاذ سفياني وصلت الى هذا المكان. وحقيقة خدمة جيدة، من المواصلات من المطار الى الفندق والى العيادة واجراء الفحوصات والاشعة. وكذلك الدكتور الجراح جون شير، دكتور يعني ممارس جيد وله خبرة جيدة في هذه الامور الجراحية، والحمد لله تمت بخير في هذه في شهر 3 آذار لعام 2022، حتى انتهت الفترة العلاجية الأولى. وعدت الفترة العلاجية الثانية هي في نهاية 31/8، وبدأت فترة العلاج الثانية لوضع الأسنان يسمى التاج الزيليكون على يد الدكتور ألبر. وكذلك الدكتور ألبر رجل دكتور متمارس ذو خبرة جيدة ويعتني جيدا بهذه الأمور. شكري له وكل الاستاف وكل اللي تعاملنا وياه في هذه العيادة كلينيك اكسبرت، شكرا لهم جميعا. شكرا.